بما ان الباليه نوع من انواع الرياضات، فالرياضه بشكل عام طريقه لطيفه لممارسه نشاط بدني وفي نفس الوقت اكتساب مهارات حياتيه. الرياضه ليها فوائد كتير لولادنا بجانب اللياقه البدنيه والمرونه. الرياضه بتطور في مهاراتهم الاجتماعيه، بيتعلموا ازاي يشتغلوا كفريق ويتعاملوا مع شخصيات مختلفه، كمان بيتعلموا التحدي والانضباط، مهارات حياتيه كتير مهمه لبناء شخصيه ولاد. الباليه بشكل خاص مش بس رياضه، هو مزيج من رياضة، فن، مشاعر، تمثيل. الباليه بيكسب ولادنا تركيز وثقة وتوافق عضلي عصبي وحس فني، وبيقدر نتيجة مزج العناصر دي انه يظبط ايقاع حياته. يعني على سبيل المثال، لما باجي اعلم طفل في الاول بيتعلم ازاي ان هو يظبط الحركة بتاعته مع الموسيقى، وفي نفس الوقت هو واقف في وضع من اوضاع الباليه. بشكل عام اولا لازم تتاكد ان ابنك او بنتك مستعد لممارسه الرياضه دي، وده بيبان في كذا حاجه. اولا السن، في رياضات ما بتبداش قبل سن معين، كمان النضج البدني، المرونه النفسيه مش بس الجسديه، في نضج عقلي وعاطفي مناسب، يعني انه يقدر يفهم الانستراكشنز، يتجاوب مع المنافسه والضغط اللي عليه. كمان ظروفنا وجدولنا كعيله شيء مهم جدا. طبعا كل ده بجانب ان الرياضه دي ابني اصلا ميال ليها ومختارها، مش أنا اللي فارضها عليه أو رغبتي الشخصية. أول حاجة الطفل بيطلب، ده نتيجة لأنه شاف حاجة عايز يقلدها أو في حاجة جواه بتقوله أنا عايز أجرب. هنا بقى تمسك الطفل بالمواظبة على الباليه هو أوضح دليل إن ده حاجة مناسبة جدا ليه، والموضوع طبعا خضع للتجربة لأن الطفل هو اللي بيحدد إذا كان هيكمل أو لا. الولاد وجودهم مهم جدا، هما الجزء العضلي الأقوى طبعا لا غنى عنه، وزي ما ذكرنا ان الباليه في جزء تمثيل. التمثيل عباره عن قصه، مفيش قصه في الباليه بتتكون من بنات بس. بالنسبه بقى للشكل التقليدي للبس راقص الباليه المرفوض في مجتمعنا الشرقي، فده ممكن جدا استبداله بلبس يتناسب مع مجتمعنا، لكن ما حرمش حد من ممارسه رياضه بيحبها نتيجه ان الزي بتاعها مش مناسب. ريلي نتيجه التلامس مع الاهالي، هل ثقافة تقبل إن الرياضة أو الهواية تكون مهنة ده موجود وإزاي يحصل؟ أي رياضة بشكل عام ممكن تمتهن لو هي شغف ابني الحقيقي، بس للأسف مجتمعنا يحصر الشغل بالشهادة والعلوم، يعني دكتور ومحاسب، صيدلي، مهندس كيميائي، مع إن في أسماء أشخاص مشهورين جدا في مصر بنفتخر بيهم زي محمد صلاح، أحمد برادة، رامي علماني وغيرهم، امتهنوا رياضاتهم لأنها كانت شغفهم الحقيقي. أنا مثلاً شغفي الحقيقي هو مساعدة الأهالي والمحافظة على نفسية الأطفال، وده بعيد تماماً عن مجال دراستي. أنا مؤمنة إنه لو كان في حد قدر يساعدني إن أكتشف شغفي الحقيقي وأنا في سن أصغر من كده، أكيد كنت ما ضيعتش كل الوقت ده في دراسة بعيد تماماً عن شغفي الحقيقي. للأسف في مجتمعنا الطفل بيتعامل على إنه درجة تانية، أقل ذكاء وغير قادر على الاختيار، وبالتالي بنختار له كل حاجة من يوم ما بيتولد، حتى الهواية والاتجاه العلمي بنختارهم له بلا وعي بحسب رغبتنا الشخصية. وللأسف كمان نجاح ولادنا في الحياة بيتقاس بالنجاح العلمي فقط، وعلى نقيض تماما كلنا فخورين جدا بمحمد صلاح وراني علماني وأحمد برادة. أفتكر يا نرمين إن تجربتك مثال واضح إن الرياضة ممكن تبقى مهنة. بالظبط اللي قلتيه هو بالظبط اللي حصل. الموضوع بيبدأ براقص صغير أهله مدينه مساحة الاختيار، يعني بيبدأ يرقص في حفلات ويجرب، بيقرر مع مرور الوقت إذا كان هو عايز يكمل في الرقص كهواية ولا مهنة، بيقرر بعد كده هل الباليه بيبقى جزء من حياته ولا كل حياته. أهم حاجة إنه يكون عنده مساحة الاختيار من غير أي ضغوط من الأهالي. افتكر يا نرمين انه بناء على اللي انت قلتيه وبناء على اجابات الاسئله اللي احنا طرحناها مع بعض النهارده، ان مبدا الاختيار كان عنصر مشترك ما بيننا، وانه مبدا انه عدم وجود ضغوطات من الاهالي على اختيارات ولادها كمان شيء مهم جدا جدا. اتمنى انه تكون صوره الباليه وصلت بطريقه اوضح من وجهه النظر الرياضيه والتربويه. مرسي يا مرسي.